السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم محمد حدادي. جاتني استفسارات جدا كثيرة يا أخوان أنه أنا ما أعرف عندي نسخة احتياطية أو لا لجهاز الآيفون على الآي كلاود. طيب حابب أستعيد هذه النسخة الموجودة عندي على الآي كلاود، طب كيف أخذ نسخة على الآي كلاود؟ طيب أنا أساسا مشغل الجوال الآن، كيف أستعيد هذه النسخة؟ كل هذه الاستفسارات إن شاء الله جوابها في هذا الفيديو، فبلاش أطول عليكم، خلينا نبدأ الفيديو مع بعض. طيب يا اخوان، هذه جهازين 13 برو اللي على اليسار وبرو ماكس اللي على اليمين. اللي على اليمين هو جهازي القديم، اللي على اليسار هو جهازي الجديد. جبته، شغلته، ادخلت حسابي بالاي كلاود، جاتني بعض الصور، بعض الملاحظات، جهات الاتصال، بديت استخدم شويه الجهاز، ولكن يعني ما نقلت النسخه الاحتياطيه، يعني تكاسلت انقل النسخه الاحتياطيه من 13 برو ماكس اللي هو جهازي القديم اللي على اليمين الان. فايش الوضع؟ ابغى استعيد النسخه الاحتياطيه اللي موجوده عندي على جهاز 13 برو ماكس اللي موجود على اليمين في الشاشه الان. اول شيء احنا ما نقدر ندمج النسختين مع بعض، بمعنى جهازي الجديد شغال ما اقدر استعيد النسخه الاحتياطيه اللي موجوده على جهاز اخر الا لو سويت فورمات للجهاز الثاني. بمعنى اخر، هذا جهازي الجديد، عشان استعيد النسخة الاحتياطية اللي على الاي كلاود اللي موجودة على هذا الجهاز لازم اسوي فورمات لهذا الجهاز. طيب حتقول لي جهات الاتصال، الصور، الفيديوهات، الملاحظات حتروح علي. لو انت داخل بنفس حسابك الخاص بالاي كلاود فالمفترض انها كلها موجودة هنا، وتقدر لو ما هي موجودة او دخلت بحساب اخر مثلا في الجوال الجديد تقدر تقولها عن طريق الاير دروب، وتقدر تفتح المزامنه من خيارات الاي كلاود، حيصير نفس الصوره اللي موجوده هنا موجوده هنا، الملاحظات كل شيء، يصير النسخه الاحتياطيه لما تاخذها في جهازك القديم وتسوي فورمات للجديد فانت ما حتخسر اي بيانات، وحتستعيد كافه التطبيقات اللي انت محملها بنفس الترتيب بنفس كل شيء، وداخله ايضا الواتساب بمحتوى بكافه اي شيء داخل في النسخه الاحتياطيه. طيب كيف نتاكد انه جهازي القديم عليه نسخه احتياطيه على الاي كلاود؟ بدخل على اعدادات، بدخل اول خيار عندي، بدخل الاي كلاود، وبدخل النسخه الاحتياطي على الاي كلاود. لاحظ هنا ايش مكتوب؟ نسخ احتياطي الان، وتحتها عباره اخر نسخ احتياطي ناجح امس 5:56 ميم مساء. طيب من بعد 5:56 الوقت اللي مكتوب هذا كله ما هو متضمن في النسخ الاحتياطي، يعني اي صور صورتها، اي فيديوهات، اي اسماء اضفتها، اي ملاحظات اضفتها، هذا لو انت مو حاطط الرفع التلقائي في هذه الخيارات، اي تطبيق حملته والى اخره ما بيكون متضمن من ضمن النسخه، فلذلك الافضل انك تاخذ نسخه جديده. طيب كيف اخذ نسخه جديده؟ بتاريخ اليوم بوقت اليوم، بوصل جوالي على الشاحن كذلك على الواي فاي وبضغط نسخ احتياطي الان، وبنتظر لحد ما الخط يكتمل وبيكتب لي آخر نسخ احتياطي ناجح، بيكون طالع لي تاريخ اليوم أو مكتوب اليوم ومكتوب نفس الساعة اللي بتكون ظاهرة في نفس الجهاز، يعني في نفس الوقت. بعدها أسوي فورمات لجهازي الثاني وأنا مطمن أنه عندي خلاص نسخة على جهازي الأول، وبعدها أستعيدها، وهذا اللي حنشوفه إن شاء الله، ولكن خليه أول شيء يخلص النسخ الاحتياطي. حيجيك بهذا الشكل، جاري النسخ الاحتياطي، جاري تقدير الوقت المتبقي، وطبعا يختلف من شخص إلى آخر ومن جهاز إلى آخر على حسب كمية البيانات، على حسب سرعة الإنترنت اللي عندك. طيب هو إيش حيسوي الآن؟ حيشوف كل البيانات من أمس إلى اليوم ويضمها إلى النسخة الاحتياطية الأساسية. طيب لو مثلا تطبيق معين كان موجود في النسخة وأنا حذفته مثلا اليوم، فحيتم حذفه أيضا في النسخة اللي موجودة، يعني حيشوف إيش الفروقات بين النسخة الاحتياطية، آخر نسخة احتياطية عندك، ويطبقها بنسختك الآن. فإحنا حاليا مو مطلوب مننا أي شيء، لا تمسك الجهاز، خليه ياخذ راحته بالنسخة الاحتياطي لحد ما يخلص تماما. وأنا الآن حشبكه على الشاحن عشان ما يصير في أي شيء ويكون شغلنا سليم. خلاص أنا الآن شبكته على الشاحن، حتركه لحد ما يخلص تماما. طبعا حياخذ وقت زي ما قلت لك ويختلف من شخص الى اخر. الان اعطاني حوالي 4 دقائق، طبعا النسخه عندي كبيره فوق ال 50 جيجا، ولكن زي ما قلت لك بما انه ماخذ نسخه امس فالتغييرات من امس لليوم هو فقط اللي حيضمها او يضمنها من ضمن النسخه اللي انا ماخذها امس، وهذه راحت اللي هو النسخه التلقائي. يعني انا امس كنت نايم، كان مشبوك بالشاحن، تم عمل النسخه من نفسه. فلذلك أوصيك دائما بالنسخ الاحتياطي على الآي كلاود اللي هو يكون تلقائي. طبعا لو بيانات الشريحة عندك مفتوحة، يعني ما أنت مقيد بعدد جيجا معين، فتقدر
يعني بتاخذ نسخه ايضا عن طريق الشبكه الخلويه ومحطوط الخيار قدامك تقدر تفتحه، يعني مو شرط واي فاي. لو تلاحظوا الان اختلف الوقت، اول كان معطيني 4 دقائق الان 8 دقائق، فما تعتمد انت على الوقت المقدر لانه بيقول لك مقدر وتقريبا وحوالي. طيب يا اخوان الان خلص، لاحظ معايا اخر نسخ احتياطي ناجح 10:53 وهنا 10:53 بهذا الشكل في نفس التوقيت. لاحظ معايا الساعه بالاعلى الخاصه بالجوال واخر نسخه احتياطي ناجح. خلاص انا كذا اخذت نسخه احتياطيه كامله من هذا الجهاز. الان حسوي فورمات للجهاز الثاني اللي هو يعتبر الجديد اللي نسيت اخذ النسخه الاحتياطيه عليه، وبعدها نشوف كيفيه الاستعاده، لانه شاشه الاستعاده ما تيجي الا لجهاز جديد. لو انت شغلته لازم تسوي اعاده تعيين. طيب كيف نسوي اعاده تعيين؟ بندخل على الاعدادات وبعدها بنتجه الى عام، وبعدها بننزل اخر شيء عندنا نقل او اعاده تعيين الايفون، بنضغط عليها. الان جاني اعاده تعيين ومسح جميع المحتويات والاعدادات، حختار مسح جميع المحتويات والاعدادات. طيب هنا بيحذرني انه بيتم مسح كل شيء داخل هذا الجهاز، بيتم تسجيل الخروج من الاي كلاود، بمعنى اخر الجهاز بيصبح جديد كانك دوبك فتحته من العلبه، فأي بيانات أنت خايف عليها أو أي بيانات تهمك فتأكد قبل عملية المسح أو إعادة التعيين، لأنه زي ما قلت لك كأنك فتحته من العلبة. فحنسوي متابعة، وهنا بيحذرني للمرة الأخيرة لا يمكن التراجع عن هذا الإجراء. لاحظ هنا جاب لي خيار، لأنه أنا عندي شريحة إيسم على هذا الجهاز، بيقول لي مسح الكل وإبقاء باقات البيانات، يقصد فيها اللي هو شريحة الإيسم. لا أنا بقول له مسح الكل وبرجع افعل انا اي سيم جديده بطلب بدل فاقد. فالان هو بيسوي عمليه اعاده التعيين واللي هو فورمات كامل، مسح كافه بيانات الجهاز. الان بنتظر، ما بتدخل في اي شيء لحد ما يشتغل. طيب يا اخوان الان اشتغل الجهاز كاني توي فتحته من العلبه تماما جديد. خليني اقرب لك هذا. طيب الان نبدا اعدادات الايفون كانه جديد. لاحظ معايا الان حيتعرف عليه هذا الايفون، لكن انا ما ابغى النقل بهذه الطريقه. طبعا سبق وشرحتها بالتفصيل، تقدر تنقل كافه بيانات الجهاز بدون عمل نسخه احتياطيه، وتقدر تنقل وتكمل البيانات عادي جدا. لكن انا مثلا على سبيل المثال هذا الفيديو، لو كنت انت بعت الجوال الاول وخلاص الان حابب تستعيد اللي هو النسخة الاحتياطية اللي كان في جوالك، فخلاص هذا نجنبه على جنب ونشتغل على هذا الجهاز. نختار اللغة، نختار الدولة، والآن نقول له الإعداد يدويا، نسوي متابعة، والآن نختار شبكة الواي فاي، والآن تنشيط الآيفون عدة دقائق قد يستغرق، فبنتركه لحد ما يخلص. طيب الآن بنسوي متابعة، والآن إعدادات اللي هو بصمة الوجه بسويها لاحقا. الآن رمز الدخول، ومن خيارات رمز الدخول نقدر نحط رقم أو 4 أرقام بدل 6 أرقام، وتقدر تحط أرقام وحروف من خلال رمز أبجدي رقمي مخصص، فهنا على راحتك. الآن جاتني هذه الصفحة واللي فيها كل شيء. طيب يا أخوان عندنا أول خيار وهو الخيار اللي احنا نبغاه، الاستعادة من نسخة الآي كلاود الاحتياطية. ثاني خيار استعادة من ماك أو كمبيوتر الخاص بالويندوز لو كنت عندك نسخة على الايتونز، وأيضا في لها شرح في قناتي. عندنا نقل مباشر من الآيفون لو تخطيت الخطوة الأولى تقدر أيضا تسويها من هنا. عندنا نقل البيانات من أندرويد وأيضا شرحتها في قناتي. لا تنقل التطبيقات والبيانات، وهذا اللي أنت المفروض أنك سويته وشغلت الآيفون بدون ما تنقل شيء. طيب إحنا الآن حنضغط على الاستعادة من نسخة آي كلاود الاحتياطية أول خيار. الآن بكل تأكيد حيطلب مني حسابي في الآي كلاود، بدخل البريد وكلمة المرور. طيب الآن جاتني الشروط والأحكام، أسوي موافقة وبنتظر. قد يستغرق إعداد الأبل أيدي الخاص بك عدة دقائق، فبنتظر عليه. الآن جاتني صفحة اختيار نسخة احتياطية. طيب هنا جايب لي كل أجهزة أبل الخاصة فيها، كل سطر عبارة عن جهاز، يعني هذا الصفحة يا أخوان ما هي أكثر من نسخة، لا كل سطر عبارة عن جهاز. فعندي أول سطر كاتب لي 12:56 مساء، هذا الآيفون 13 برو، يعني هذا الجهاز نفسه هو أخذ نسخة احتياطية كان منه. عندي اللي تحته اللي هو الآيفون 13 برو ماكس الساعة 12:53. لاحظ معايا هو هنا لسه ملخبط في الساعة، لأنه هنا جايب لي الساعة 1:06، وهنا 12:53، يعني قبل تقريبا 7 أو 13 دقيقة اللي هو سويناها الآن، الساعة كانت 10 أو شوية. فالآن هذه هي نسختي اللي أنا أخذت منها. نسخ أخرى يقصد فيها ليست أجهزة آيفون، بتكون أجهزة الآيباد. هنا إظهار كل النسخة الاحتياطية، يعني كل الأجهزة اللي لها نسخة احتياطية موجودة في حسابك. فأنا الآن هختار بكل تأكيد
اللي هو 12.53 اللي هو الايفون 13 برو ماكس اللي انا اخذتها قبل شوي. وهنا حنسوي متابعة او مشاركة تسجيلات صوتية او ليس الان على راحتك. طيب الان بيقول لي ترى في تحديث انت ما حدث، ما عندك اي مشكلة، تنزيل وتثبيت وبنوافق على الشروط والاحكام. الان هو ايش حيسوي؟ حيحدث، بعدها حيبدأ يستعيد النسخة. وخليني معاكم ونشوف ايش حيصير. ونصيحة يا اخوان، هذه العملية كاملة من البداية للنهاية، يعني من بداية الفيديو لنهاية الفيديو اي شيء قاعد اشرحه لازم يكون جهازك على الشاحن. طيب الان اكتملت او تم تنزيل التحديث بالكامل، الان خطوة تثبيت اللي هو التحديث، بعيد التشغيل ونشوف بعدها ايش حيصير. طيب يا شباب، الان اكتملت عملية اللي هو تنزيل وتثبيت التحديث، والآن نكمل اللي هو الاستعادة. نضغط التالي. طلبني كلمة المرور مرة أخرى الخاصة بالآي كلاود، والآن كتب لي جاري تحديث إعدادات الآي كلاود، والآن بدأ فعليا الاستعادة من الآي كلاود. طبعا حياخد وقت على حسب كمية البيانات اللي عندك. أنا النسخة الخاصة فيها أكثر من 50 جيجا، فحياخد وقت مرة طويل في هذه الصفحة، وحيشتغل معاك الجهاز وحيبدأ يحمل التطبيقات تطبيق ولعبة لعبة بنفس ترتيب الويدجت، بنفس ترتيب الأيقونات، بنفس ترتيب المجلدات، بكافة المحتويات، يعني الواتس أب بمحتوى، كل شيء بمحتوى، تليجرام، الرسائل النصية، ملاحظات، صور، فيديوهات، أي شيء فاتح الخيار الخاص فيه في الآي كلاود كان في النسخة في الجهاز القديم بيتم نقلها تماما. حيصير الجهازين ما تعرف تفرقهم نهائيا، نفس الشيء، نسخة تبقى الأصل. طبعا بالنسبة للواتساب حيتوجب عليك تفعيله من جديد، لأنه نقل من جهاز إلى آخر، وبمجرد تفعيله بتحصل كافة المجموعات والرسائل وكل شيء بداخل الواتساب. أيضا بعض التطبيقات حتتطلب إعادة تسجيل دخول زي السناب شات، زي الفيسبوك، وأغلب التطبيقات حيطلبك تسجيل دخول من جديد، فلازم تكون عارف اسم المستخدم كذلك كلمة المرور. فأنت الآن مو مطلوب منك أي شيء، فقط خليه بالشاحن لحد ما يشتغل ونشوف بعدها ايش حيصير. طيب يا اخوان، الان خلصت الدقائق، خلص الخط، نفتح. لاحظ معايا الايقونات جايه بهذا الشكل. الان بيبدا يجي كذا رسائل، موقع وسماح، يعني اشياء جدا كثير. فالان حننتظر، هو الان فقط محمل تطبيقات ابل الرسميه، وحيبدا في تحميل جميع التطبيقات من المتجر نفسها اللي كانت موجوده في جوالك السابق. لو في تطبيق معين او لعبه معينه كانت متضمنه من ضمن النسخه الاحتياطيه في جوالك السابق وتم حذفها من الاب ستور، لم يتم تحميلها الان في هذا الجهاز. طيب لو انت مستعجل على تطبيق معين، يعني في اغلبها جاري الانتظار لانه هو بيحمل تطبيقين ثلاثه في نفس الوقت ويبدا بعدها على حسب اختيار يعني معين منه، هو ما اعرف ايش الاستراتيجيه المعينه في ترتيب تحميل التطبيقات، ولكن لو مستعجل انت مثلا على اي تطبيق معين فقط اضغط ضغطة واحدة على التطبيق بهذا الشكل. الان بيتم تحميله، بعد اول تطبيق بيتم تثبيته. ايضا من ضمن الملاحظات يا اخوان في تثبيت التطبيقات الخاصة بالنسخة الاحتياطية هو تطبيق الواتساب، فيطول في تثبيته. ليش؟ لانه حجمه كبير عادة عندنا كلنا، يعني جروبات وصور وفيديوهات ومحادثات، يعني ممكن حجمه يكون 20 جيجا 30 جيجا على حسب، من كل شخص يختلف. ولكن لاحظوا يا اخوان، نفس الترتيب، نفس المجلدات، نفس كل شيء. طبعا لاحظ هذه الويدجت باللون الاسود لانه لسه ما حمل التطبيقات الخاصه فيها، اول ما بيحملها بيتم تثبيت المجلدات. فالان يا اخوان مو مطلوب مننا اي شيء غير الانتظار، انتظر لحد ما يخلص، خليه في الشاحن، يعني لا تحاول تمسكه الان عشان ما ياخر او تعطل عمليه اللي هو تثبيت التطبيقات. تاكد تماما انه مو معلق، هو بياخذ وقت في تثبيت التطبيقات واحد واحد، ولما بيطيح على تطبيق زي الواتساب ثقيل ومليان يعني معلومات وبيانات فبيتاخر فيه، فبالتالي بياخر كل التطبيقات اللي بعده في تحميلها. فممكن انت يعني لو مستعجل على باقي التطبيقات ممكن توقف الواتساب بهذا الشكل، فقط تضغط عليه بيجيك اللي هو علامة اللي هو الوقوف الاحتياطي، وبيبدأ يحمل تطبيقات أخرى، وبعدها في أي وقت تقدر ترجع تضغط عليه وبيبدأ يستأنف التحميل مرة ثانية. ما عندك أي مشكلة، لو شفت كل التطبيقات معلقة وما هي راضية تتحمل نهائيا عيد تشغيل الجهاز، ما بيحذف أي شيء وبيرجع يكمل تحميل وتثبيت التطبيقات بشكل طبيعي وبشكل سلس جدا. طيب يا أخوان، زي ما شفنا الفيديو مع بعض، ان شاء الله اكون افدتك ولو بمعلومه بسيطه. بكذا اكون وصلت معكم لنهايه الفيديو، يعطيكم الف عافيه، لا تنسوا لايك وسبسكرايب في القناه. في امان الله.